شارك هنا. معانا على الهاتف زميلنا الصحفي الناقد الرياضي محمد الاستاذ محمد القوسي، نائب رئيس تحرير الاهرام المسائي. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لاساتذتي الكبار جدا الكابتن عصام عبد المنعم، له تحيه خاصه من الامارات، وتحيه كبيره للاستاذ عصام سالم، بعد تحيه عظيمه يعني. الراجل طبعا هنا ليه سمعه عظيمه جدا في الامارات، طبعا له تحيه كبيره يعني. اولا انا بحييك يا استاذ محمد واقول لك الف مبروك على الجايزه. حبيبي يا ريس، ربنا يخليك يا ريس. واخد جايزه الابداع في الامارات. وقتها عصام بيسبقنا. لا بقى انا متابع كويس يا استاذ محمد. احنا طبعا لازم نقول لمشاهدينا ان زميلنا الاستاذ محمد القوسي كان هناك في دبي لحضور حفل توزيع جوائز الابداع الرياضي وحصل على جائزه بالفعل، وهنعرف تفاصيل اكتر. احنا بنكرر تهنئه الاستاذ عصام، واعتقد بيضم صوته له كمان الاستاذ عصام عبد المنعم. ألف مبروك ألف ومزيد مبروك من النجاح والتوفيق. شرف لنا كلنا يا استاذ محمد. حاجه تسعدنا وحاجه تشرفنا. ربنا يخليك يا ريس والله. يمكن ده حاجه نتيجه مساهمات في الاعلام الرياضي العربي، ففي تقدير كبير جدا للصحافه المصريه، ودي شهاده تقدير نعتز بيها كلنا والحمد لله رب العالمين. لكن في النهايه الحدث الاعظم هو جائزه سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي، وهي جائزه بتمنح للمبدعين في المجال الرياضي، الابطال في المجال الرياضي. ومصر دايما ليها قياده كبيره جدا في هذه الجائزه منذ انطلاقها في قبل 9 سنوات، هذه الدوره التاسعه. دايما مصر ليها حضور كبير جدا. يمكن كنا السنه اللي ماضيه في الدوره الثامنه فازوا بها ابطالنا الاولمبيين هدايا ملاك بطله التايكوندو، وساره سمير بطله رفع الاثقال بعد حصولهم على ميداليتين في ريو دي جانيو. والسنه دي حصلت عليها السباحه العالميه فريده عثمان بعد انجازها المصري غير المسبوق كاول سباحه مصريه تفوز بميداليه في بطولات العالم، وكأول فتاة عربية على مستوى العالم العربي تحرز ميدالية عالمية في السباحة، وده سماحها جايزة لأنها متفردة في هذه الجزئية، ففريدة فازت بها باكتساح كأعظم إنجاز رياضي عربي في 2017. لا وخدت يا أستاذ محمد كمان لقب أحسن رياضية في أفريقيا السنة دي. نور الشربيني بطلة العالم الإسكواش والمتصدرة التصنيف العالمي 21 شهر على التوالي، طبعا يعني انجازات مذهله نور يعني، طبعا حاجه مشرفه للاثنين بصراحه. كل الاسماء اللي اشرت اليها يا استاذ محمد اسماء مشرفه، وبتكتب اسمائها في يعني بسطور من نور في عالم الرياضه وفي ذاكره وتاريخ الرياضه المصريه والعربيه والعالميه كمان. وهذه الحفاوه وهذا التكريم والتقدير لهم من الجانب الاماراتي امر يستحق طبعا كل التقدير. بكرر لك التهنئه مره ثانيه ومزيد من النجاح والتوفيق لك ولكل الحاصلين على جوائز الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي في الامارات. وايضا عايزين نتكلم بشكل عام من خلال تواجدك هناك في، وطبعا مبروك لكل نجومنا نجوم الرياضه المصريه اللي اشرت اليهم وكل الحاصلين على الجوائز بشكل عام، سواء نقاد سواء رياضيين محترفين في اي رياضه وفي اي مجال من مجالات العمل او النجاح او النبوغ الرياضي بشكل عام. عايز ارجع لموضوع مباراه الاهلي والمصري في السوبر ان شاء الله يوم الجمعه في الامارات. قول لنا صدى هذه المباراه المرتقبه وهذه البطوله المصريه المرتقبه في الامارات من خلال الاعلام ومتابعه وسائل الاعلام والصحافه الإمارات. هناك. تمام. هو يعني بشكل عام الكره المصريه يعني ليها شعبيتها هنا في الامارات بشكل عام، وليها مشجعيها يعني، حتى اغلب الاماراتيين ما بين اهلاويه وزملكاويه، وان كان الزملكاويه لهم نسبه كبيره لا احد يستطيع ان ينكرها، لكن بدليل ان ماتش الاهلي والزمالك كان متابع بشكل غير عادي هنا في الامارات كلها. في اي مكان كنت ببقى متواجد فيه او احنا كمصريين، انت اهلاوي ولا انت زملكاوي، وكل التفاصيل تقريبا عارفينها عن لعبتنا في الاهلي وفي الزمالك، ففي اهتمام كبير جدا، لا سيما ان ميعاد السوبر تزامن ان قبله ماتش القمه، فكان في اهتمام اكبر يعني. الصحف الاماراتيه هنا مهتمه بفكتب منذ ما جه المصري اول امس ومنذ ما جه الاهلي امس، ففي اهتمام كبير جدا بيه، في اهتمام بالتنظيم، كان في اجتماع حتى على مستوى اللجنه التنسيقيه المنظمه للمباراه لوضع كل الخطوط العريضه والرفيعه للمباراه. هنا لا يوجد شيء للصدفه، هنا كل شيء منظم، كل شيء دقيق، كل شيء محسوب بالنسبه للجماهير، للتنظيم، للاعبين. فحاجه الحقيقه نفخر بها ما يحدث في الامارات، في دبي او في العين او في ابو ظبي او في كل مكان في الامارات، فحاجه محترمه جدا، وبيقدروا المصريين بشكل كبير جدا، بيقدروا الكره المصريه بشكل كبير جدا. الاعلام مهتم ومنتبه، بيحضروا التدريبات، بيشوفوا كل حاجه، ففي اهتمام كبير جدا بالمباراه وكانها مباراه
اماراتيه، واشعر وكانني يعني اجواء مباراه هنا في مصر. يعني المصريين ايضا مهتمين بدرجه كبيره جدا، يبحثون عن التذاكر ويسعون، هم يعني بيعتبروه يوم اسري ليهم ان هم يروحوا مباراه فيها الاهلي والمصري، في اهتمام كبير جدا. صحيح لو كان الزمالك موجود كان هيبقى الاهتمام مضاعف، لكن برضه وجود الاهلي عامل اهتمام كبير جدا، والمصري طبعا، والكابتن حسام حسن وابراهيم حسن برضه من الناس اللي لهم شعبيه موجوده واسماء كبيره جدا. فانا شايف ان وجود السوق هنا في مصر الحقيقه من الحاجات المميزه والحاجات الجيده اللي بتسعد المصريين هنا، واللي بتقوي علاقتنا بالاخوه الاماراتيين بشكل كبير. يعني بشكرك ومبروك مره ثانيه، وسعداء بمشاركتك معنا في هذا الحوار. اشكرك على هذه المعلومات اللي امدتنا بيها بشان المتابعه الاعلاميه لمرحله الاستعداد لمباراه السوبر. الزميل الناقد الرياضي الاستاذ محمد القوصي من دبي، شكرا جزيلا لك.